مرحبا بكم مشاهدينا الكرام ومتابعة لآخر التطورات على الساحة اللبنانية التي شهدت تصعيدا كبيرا جراء توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي لنطاق عملياته على العديد من المناطق اللبنانية، حيث أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد. فللمرة الأولى منذ الحرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006 قرر جيش الاحتلال توسيع وتكثيف عملياته على الجنوب اللبناني بغارات واسعة النطاق لتمتد لاحقا إلى منطقة سهل البقاع شرقي لبنان، فتسقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، ما دفع الآلاف للنزوح من منازلهم هربا من آتون القصف الإسرائيلي الذي يبدو منه تصميم رئيس الوزراء الإسرائيلي ورجال الجيش على مواصلة القصف بزعم التخلص من حزب الله والقضاء على أسلحته. هذا وقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هدف تلك الغارة هو القيادي في حزب الله علي كركي، ويعد كركي الرجل الثالث والجناح العسكري والأمني للحزب، ورتبته تعادل فؤاد شكر وإبراهيم عقيل. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر أمني أن مصير القيادي علي كركي غير معلوم حتى اللحظة. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن بدء هجوم جوي واسع النطاق في لبنان، وأنه سيهاجم أسلحة حزب الله الاستراتيجية في منطقة البقاع، محذرا المدنيين بالإجلاء. من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 274 شهيدا، بينهم 21 طفلا و 1024 جريحا ما بين أطفال ونساء في الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ صباح اليوم على جنوب لبنان. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت أن ما قامت به إسرائيل اليوم هو هدم لما تم بناؤه في حزب الله منذ 20 عاما. وأضاف جالانت أن نصر الله بقي وحيدا، وخرجت وحدات كاملة من قوة الرضوان من دائرة العمل، كما تم تدمير عشرات الآلاف من الصواريخ. وأضاف جالانت أن قوات الرضوان بحزب الله تلقت الضربة القاضية بمقتل إبراهيم عقيل. ندد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بما وصفه بالمخطط التدميري لإسرائيل على وقع غارات كثيفة تشنها اليوم على جنوب البلاد وشرقها، تزامنا مع دعواتها السكان للابتعاد عن مواقع حزب الله. وأكد ميقاتي في كلمة على هامش جلسة للحكومة أن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان هو حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى، ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات، مجددا الدعوة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى ردع العدوان الإسرائيلي. وفي السياق، دفع الخوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة. وقالت شركة طيران أمريكية إنها ستوقف رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 من ديسمبر القادم. وأعلنت شركة طيران بريطانية للطيران منخفض التكلفة أنها أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل، وستستأنفها في 30 من مارس من العام القادم. ونصحت بريطانيا شركات الطيران في البلاد بعدم دخول المجال الجوي اللبناني اعتبارا من 8 أغسطس حتى 4 نوفمبر القادم، مشيرة إلى خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري. وينضم إلينا الآن الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمادة. مرحبا بك أستاذ محمد.
اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. فيما يبدو ان الحرب بدات تدور رحاها بشكل عنيف في ناحيه الجنوب اللبناني، اسرائيل تستهدف بشكل واسع على نطاق يعني غير متوقع ربما بالصواريخ وبالطيران اماكن مهمه، تقول انها لحزب الله اللبناني داعيه المواطنين الى الابتعاد عن هذه المناطق القريبه من تجمعات حزب الله او من الجنوب اللبناني بوجه عام. يعني كيف رصدت ما دار اليوم؟ يعني مما لا شك فيه أن بنيامين نتنياهو يحاول بقدر الإمكان تصعيد العمليات في جنوب لبنان، خاصة مع التفوق النوعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي سواء كانت بالطيران أو بالنسبة لبنك الأهداف. وبالتالي بعد نجاح إسرائيل في استهداف بعض عناصر حزب الله من خلال التفجير الذي حدث خلال الأيام الماضية، الآن هناك تصعيد في الجهة الجنوبية وفي شمال إسرائيل ورشقات متبادلة. حتى الآن يريد بنيامين نتنياهو فرض سيطرته على جنوب لبنان وأيضا إلحاق الضرر بالبنية التحتية سواء كان بالنسبة لحزب الله أو بالنسبة للشعب اللبناني، أكثر من 200 شهيد حتى الآن، هناك آلاف الجرحى. وبالتالي بنيامين نتنياهو يريد القفز إلى الأمام خاصة مع سوء الأحوال في قطاع غزة وأيضا التصعيد الذي حدث في الضفة. أيضا نجد أن هناك أيضا رد فعل عنيف من قبل المقاومة من خلال بتوجيه العديد من الضربات. أيضا أستاذك الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمادة، رجاء أن ابقى معنا وتغطيتنا مستمرة. إن رمال غزة ستقتلب عدوها. أطفال صغار نازحين كلهم قاعدين في بيت، ولا في مقاومين ولا في صواريخ ولا في حاجة. فشافوا اللي أثروا فيهم نزلوا العمارة كلها عليهم. في مدينة رفح أقل إشي بيت فيها يمكن 20 نازح. العمل والبناء والتنمية والتعمير، تنمية سينا عشان بس أربط سينا بمصر. بتتعمل في سينا مزارع سمكية، 15 مصنع رخام، 2 خط أسمنت، ومناطق صناعية أخرى، وأراضي زراعية تضاف مش أقل من 200,000 فدان. احنا مش ثابتين ومش هنسكت. نجوب العالم، نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة عبر القمر الصناعي نايل سات. قناة النيل الأخبار على التردد التالي
جيل الأخبار معك في كل مكان. تخيل نقطة واحدة في قلب العالم على أرض مصر قادرة تكون بوابة لمستقبل الاستثمار في كل القطاعات، بتوفر 100,000 فرصة عمل، وفي 2030 هنوصل لمليون. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي مستقبل الاقتصاد، لأنها موجودة في قلب العالم بست مواني بحرية بتخدم 4 مناطق صناعية ببنية تحتية ومرافق بمواصفات عالمية على مساحة 455 كيلو متر مربع واستثمارات متنوعة، وفيها 270 منشأة صناعية وخدمية. ده غير مشروعات الطاقة الخضراء، وسهل توصل لها من أي مكان في مصر وتصدر منتجاتك لأي مكان في العالم. وهو ده مستقبل الاقتصاد اللي العالم عايز يستثمر فيه. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي بوابة الاستثمار العالمي في مصر. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مسار متكامل، وجهة واحدة. نجوب العالم، نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. قناة النيل الأخبار على nile.eg، الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. النيل الأخبار nile.eg معك في كل مكان. عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي، قناة النيل الأخبار. مرحبا بحضراتكم من جديد في هذه التغطية المستمرة والمباشرة، ونعود إلى الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حماد. أستاذ محمد، تصعيد إذن هو من قبل إسرائيل على لبنان واتساع لدائرة عملياتها العسكرية، بحجة أن هذه العمليات تستهدف قيادي في حزب الله هو علي كركي. هل الهدف فعليا كما هو معلن هو استهداف علي كركي من ضمن يعني المطلوبين أو القائمة الرصد والاغتيالات لديهم، أم أن الأمر يحمل في طياته شأنا آخر وهو توسيع دائرة أو نطاق الحرب بشكل أو بآخر من قبل القوات الإسرائيلية على لبنان وليس الجنوب اللبناني فقط؟ يعني ليس من المعقول ضرب 800 هدف حتى الآن لاصطياد فرد من أفراد يعني قوات حزب الله. يعني الهدف الرئيسي من بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف هو إحداث أكبر خسائر في صفوف حزب الله، بالإضافة أيضا إلى استغلال حالة عدم الاتزان بالقادة داخل حزب الله، وأيضا الضغط على المدنيين لكي يتم الضغط أيضا على حزب الله وعلى المقاومة للابتعاد عن الحدود الشمالية لإسرائيل. هناك يعني مساعي حديثة لاتساع رقعة الصراع وأيضا العمليات العسكرية من قبل بنيامين نتنياهو، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي تعطي الغطاء لحكومة اليمين المتطرف. والدليل على ذلك أيضا أن القوات الأمريكية الإضافية سوف تصل إلى منطقة الشرق الأوسط في قريب، بالإضافة أيضا إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل. إلا أن حزب الله لديه من القدرات التي يستطيع من خلالها توجيه ضربات موجعة إلى الداخل الإسرائيلي، وأيضا كما يوجد لدى القوات الاحتلال الإسرائيلي بنك من الأهداف، هناك أيضا بنك من الأهداف داخل الكيان الصهيوني، من الممكن في الساعات المقبلة يتم توجيه العديد من الضربات الموجعة داخل العمق الإسرائيلي.
طيب ما تحدث عنه نتنياهو خلال اجتماعه اليوم أو مؤتمره الصحفي أنه بتعليق عن هذه الغارات المكثفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان أنه تم البدء بالفعل في تغيير ميزان القوة في الجبهة الشمالية كما وعد الإسرائيليين. يعني هذا الكلام كيف رصدته أو قرأت هذا التصريح الذي أدلى به نتنياهو خلال هذا المؤتمر الصحفي وانعكاساته برأيكم على الشارع الإسرائيلي وأيضا على تحركات القوات الإسرائيلية في الجبهة الشمالية لإسرائيل؟ يعني أعلن بنيامين نتنياهو أنه يعني لابد من عودة المستوطنين في قطاع الشمال في أقرب وقت وأخذ عهد على نفسه في تنفيذ هذا الوعد، إلا أن ما زال هناك أيضا يعني نوع من أنواع الترقب في على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، من الممكن أن يكون هناك اجتياح بري جزئي داخل الحدود، وده أعتقد ده سوف يؤدي إلى خسائر فادحة إذا أقدمت إسرائيل على مثل هذه العملية. بنيامين نتنياهو يحاول تحقيق أكبر مكاسب من خلال إبعاد قوات حزب الله عن الحدود الشمالية لإسرائيل، أيضا يريد أيضا توجيه رسالة بأنه ما زال يحقق نجاحات في مواجهة المقاومة. يعني احنا بقالنا سنة على العمليات التي يمارسها بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف في غزة وأيضا في الضفة، وحتى الآن لم يحقق أي نجاحات سوى الدمار وأيضا استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني حتى الآن. الآن يريد توسيع دائرة الحرب، يريد أيضا أن يعطي رسالة بأنه يمسك بزمام الأمور ويعطي رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي، لأن هيهات ما زالت حتى الآن أسر الأسرى والمحتجزين يطالبون بوقف العمليات العسكرية وضرورة أن يكون هناك صفقة لتبادل المحتجزين. بنيامين نتنياهو يريد القفز إلى الأمام لعدم المساءلة عما حدث في 7 أكتوبر الماضي وحجم الخسائر الذي بنيت به القوات الإسرائيلية، وبالتالي هو يريد توسيع دائرة الصراع، يريد أيضا إحداث أكبر قدر من الدمار في البنية التحتية في أيضا في لبنان لكي يصل إلى إضعاف قوات المقاومة وبالتالي يحقق نصر ولو معنوي بالنسبة للداخل الإسرائيلي. أشكرك الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمادة، كنت معنا عبر الهاتف. وإلى الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف أبو الهول للتعليق بشكل أكثر تفصيلا ورؤية تحليلية حول ما يدور في الجبهة الشمالية الإسرائيلية وأيضا في الجنوب اللبناني. مرحبا بك أستاذ أشرف. أهلا بك. مخطط تدميري من قبل إسرائيل للبنان، هذا ما وصفه بدقة أو تحدث عنه نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية. هذه الغارات الكثيفة التي تشنها إسرائيل على الجنوب اللبناني، أي يقال أن الهدف منها هو يعني محسوب بدقة بشكل أو بآخر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن من اتساع دائرة العمليات لا يبدو أن الأمور تسير بهذا المنهج أو من يعني كما يشاع أو يقال أو أعلن عنه أحد القادة العسكريين. ما الهدف بالضبط؟ هل هو علي كركي فعلا أم أنهم يريدون اجتياح الجنوب اللبناني؟ يعني أولا بالفعل كما وصف السيد نجيب ميقاتي هو مخطط تدميري، هو مخطط تدميري لبنان. أمس كشف المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو أنه في بداية عملية طوفان الأقصى أو مجرد ما دخل حزب الله لمساندة حماس في الثامن من أكتوبر الماضي في اليوم الثاني مع عملية الطوفان، كان في قرار إسرائيلي ومخطط إسرائيلي بالقيام بعملية كبرى في لبنان، لكن نتنياهو عارض هذا تنفيذ هذا المخطط آنذاك وقرر التركيز أولا على جنوب لبنان على غزة في جنوب إسرائيل، وبالتالي الخطط جاهزة. لكن أيضا يعني ربما كانت يعني الظروف مواتية أكثر خلال الأيام الحالية بعد ما تم القضاء على معظم القدرات الهجومية لحماس وتدمير غزة، فبدأ التركيز على جنوب لبنان.
بدأ التركيز على جنوب لبنان، واكتشفنا أن إسرائيل مخترقة المقاومة من خلال كل أنواع أجهزة الاتصالات، سواء التليفون المحمول أو التليفون الأرضي أو البيجر أو السلكي. وكانت في البداية مع اغتيال فؤاد شكر الأنباء اللي خرجت آنذاك أنه إسرائيل كانت قد اخترقت المحمول الخاص بفؤاد شكر، المحمول التابع لشبكة مغلقة لقادة حزب الله، وأرسلت له رسالة وبناء عليه ظهر في مكان ما فتم اصطياده. وبالتالي قطع يعني الاتصالات بين قادة حزب الله، وبعد ذلك يعني الهجوم اللي حصل أمس في أو أول أمس، واستهدف منصات صواريخ ومخازن أسلحة، شجع إسرائيل الدخول بعمليتها اللي استأنفتها النهاردة بغارات على كل جنوب لبنان. ادعت ان هناك منازل بها مخازن صواريخ وأيضا كافة أنواع الأسلحة، منها صواريخ كروز داخل بيوت، وكل هذا يدل على ان هناك مخطط، ومخطط كبير جدا، وانه العملية لا تتم بشكل عشوائي. وبعد اغتيال القادة الكبار لرضوان، لقوة الرضوان وعلى رأسهم إبراهيم عقيل، اليوم تتم محاولة اغتيال الشيخ الكركي. وبالتالي يبدو انه المخطط يعني جاهز ومرتب، ولديهم علم بكل القادة وترتيبهم وأماكن تجمعهم. ويعني حتى منذ دقائق الحكومة الإسرائيلية أعلنت الطوارئ لمدة أسبوع، وهو يعني أنه عملية تدمير لبنان مستمرة وستتصاعد خلال الأيام القليلة المقبلة. يعني هذه الهجمة هي تعتبر الأكثر دموية على الأراضي اللبنانية منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما. لماذا يعني خاصة مع استخدام إسرائيل لتحليق الطيران أو تكثيف الغارات عن طريق الطيران؟ هذا الأمر من الناحية العسكرية الخبراء الاستراتيجيون يرون أنه تمهيد لاجتياح بري، هل هذا الأمر وارد فعلا ولو بشكل جزئي في الأراضي اللبنانية؟ يعني هذا يطرح في الجانب الإسرائيلي أنه تدخل قوة برية إسرائيلية تسيطر على أجزاء من جنوب لبنان، وتتم بعدها مقايضة أن ينسحب حزب الله إلى شمال الليطاني، وأن يقلص وجود قواته في الجنوب على الحدود، وأن يسمح بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى الشمال، شمال فلسطين 48. لكن يعني لا أحد يعرف ماذا سيكون شكل المقاومة، وهل المقاومة لديها ترتيبات مختلفة، وإن كانت هناك بعض الشكوك هذه المرة نتيجة الاختراق الذي اكتشفناه في صفوف المقاومة، ونتيجة نجاح إسرائيل في القضاء على كامل قيادات قوة الرضوان، وأيضا اليوم قصف المنازل التي كانت تعد بمثابة منصات لإطلاق الصواريخ وغيرها. وأظن أنه ربما يحدث تدخل سريع، وغدا سيكون هناك وزراء خارجية من بعض الدول سيصلون إلى لبنان للتفاوض مع حزب الله، وهو أن يتعهد يعني وقف استهداف إسرائيل والسماح للمستوطنين بالعودة للشمال مقابل وقف الاستهداف الإسرائيلي لجنوب لبنان. وأعتقد أنه حزب الله في هذه الأيام يعني لديه قدر من المرونة، ولا يريد تكرار مأساة عام 2006 عندما دمرت الضاحية الجنوبية. ودمرت قدر كبير من كمان لبنان. نتابع الآن يعني هناك إدانة من مصر للعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان. إذن هنا بدأت التحركات، هناك ربما ما بعد الإدانة والشكب ربما يكون هناك اجتماعات في القريب للحث على وقف هذا العدوان بشكل مباشر، أم أن دائرة الحرب قد اتسعت؟ لا أعتقد أنه لسه في إمكانية لوقف يعني
التصاعد والاتساع، خاصة أنه حتى الآن لم يحدث أي اصطدام بري، لم تتحرك القوات الإسرائيلية لمحاولة اقتحام جنوب لبنان، وبالتالي يمكن بالتوصل إلى تفاهمات واتفاقات، أو على الأقل الاتفاق على تنفيذ بنود الاتفاق القرار 1701، وهو انسحاب القوات الخاصة لحزب الله المسمى قوة الرضوان إلى شمال الليطاني، وأن يكون هناك 15,000 من قوات اليونيفيل في الجنوب، وأن يسحب حزب الله أسلحة الثقيلة من المنطقة. أعتقد أنه حزب الله قد يوافق على هذا الطرح سريعا، لأنه خلال الثلاثة أيام الأخيرة أصيب حوالي 5,000 لبناني، ونحن نتحدث عن أنه العملية لم تبدأ بعد، في حين أنه في حرب 2006 بالكامل أصيب 10,000، واليوم يعني استشهد المئات علاوة على من يستشهدوا في تفجيرات البتجر واللاسلكي واغتيالات الضحية منذ أيام. وبالتالي أعتقد أنه حزب الله قد يختار، وإسرائيل قد تختار يعني وقف التصاعد عند هذا الحد، ما دام كل طرف سيحصل على ما يريده. نعم، أشكرك الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف أبو الهول، كنت معنا عبر الهاتف. والآن إلى العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي من لبنان. مرحبا بك حضرة العميد. أهلا، مرحبا. إسرائيل تتحدث عن أن الهجوم على لبنان هو يعد ضربة استباقية، هي ترى ذلك بعد رصد تحركات لحزب الله لاستهداف إسرائيل، ولكن العنف الذي تم التعامل به والمجازر التي كانت اليوم لا تشي بهذا الأمر. ربما هناك استهداف ل 800 نقطة كما تحدث قائد جيش الاحتلال في هذا الإطار. هل كل هذا الأمر لعلي كركي فقط، أم أنها اتسعت دائرة الحرب بشكل كبير على الجنوب اللبناني وأيضا في البقاع شرقا؟ طبعا يعني عندما وضع رئيس الأركان الإسرائيلي خطة أن التصعيد، يعني العمليات التصعيدية سماها، طبعا خلال هذا الأسبوع نجح في هذا الجهاز البيجرز يلي أصاب لا أقل من 3,000 شخص، واللي يعني كلهم تقريبا صحيح أنهم مدنيون، ولكن مرتبطون كجهاز إداري أو جهاز استشفائي أو مدني مرتبط بعمليات حزب الله. بالتالي هذا يعني عجل الإسرائيلي، وهذا ما ندرسه نحن عسكريا باستغلال النصر. يعني عندما يتحقق هكذا عمل يجب استغلال النصر فورا ومتابعة العمل. يبدو أنه تابع باتجاه التكليف الطيران، يوم الجمعة قام يعني قذائف، بإرسال قذائف لم نعتد عليها، قذائف جديدة ممكن أن تكون اختراقية لأن انفجارها كان قويا جدا. بالتالي كل هذه القذائف على مدى نهار كامل لم تنفع مع حزب الله. حزب الله أرسل 150 صاروخ، صحيح أن معظمهم كاتيوشا، ولكن بعضهم من الصواريخ التي متوسطة المدى. الاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل ضد قيادات في حزب الله، لديها دفاعات جوية غير الدفاعات الجوية الموجودة لعامة البلاد، لذلك هي تحمي نفسها بقواعد، يعني ممكن أنه لم يصب القاعدة، ولكن وصول الصواريخ إلى قرب هذه القاعدة وجنوبي حيفا تحديدا من حيث المدى بعد 50 كيلومتر، يعني اعتبرتها إسرائيل أن هذا عمل كانت يعني تعتقد أن حزب الله لم يعد يستطيع الرد. اليوم قامت بهذا العمل، لا تحترم لا مدنيين لا مدن، قصفت مدينة صور، قصفت مدينة نبطية، أعادت القصف على الضاحية بحجة أنها يعني محاولة لاغتيال مسؤول اسمه علي كركي، قصفت الهرمل، قصفت البقاع في قرى النبيشيت وكل هذه المنطقة سرعين. يعني هذا العمل
يبدو أنه رسالة لتركيع حزب الله، ولكن حزب الله رد اليوم على ضواحي إيلات، ضواحي تل أبيب وأبعد من حيفا كذلك، ومنتظر أن يكون هناك إشعال للمنطقة بشكل أكبر. حزب الله يختزن أسلحة كبيرة ولم يجربها. الموضوع إما ينحو نحو تدخل دبلوماسي ينهي الوضع عند هذا الحد ويعيد الاعتبار ل 1701، وإما أن يتابع. حزب الله أصبح مجبرا بالرد، وهذا الرد أعتقد أنه يلزم موافقة من مشغل حزب الله، يعني عمليا من إيران. وإيران حاليا، يعني ما يصدر عن إيران إذا كان فعلا ما تقوله أنها جاهزة للجلوس للبحث بالنووي وإعادة المفاوضات، يعني أنها بدأت بالتخلي عمليا عن تعزيز حزب الله أو الموافقة لحزب الله متابعة الأعمال العسكرية. نعم. هذا ما حصل حتى الساعة. نعم، على ذكر حضرتك لإيران، يعني هناك حديث عن أن أجهزة الاتصال داخل إيران تم إيقافها بشكل مؤقت نظرا للخرق الأمني الذي حدث في الجنوب اللبناني لأجهزة الاتصال البيجر والأجهزة اللاسلكية لدى حزب الله وعناصره، والتي أدت يعني استشهاد أو وفاة ما يصل إلى 5000 شخص تقريبا على حسب الروايات. يعني ما تقوم به إيران ربما هو يعني يثير التساؤل بشكل أو بآخر، هل إيران بالفعل تقف مع حزب الله وهو أحد أهم أذرعها في المنطقة، أم أن إيران بدأت تتحرك بشكل آخر؟ يعني كيف ترى هذا الأمر برأيك؟ يعني نحن أمام في هذا الشرق، إذا تكلمنا من ناحية الاستراتيجية، نحن أمام دولتين. إسرائيل لم تحدد حدودها حتى الآن، وهي تطمع بابتلاع غزة والضاحية والضفة الغربية، هذا يعني إذا لم يكن أكثر من ذلك، لأن يعني إسرائيل من دون دستور لأنها لم تحدد حدودها، هذا واضح. ولكن ولديها أحلام إمبراطورية بالتوسع. ولكن نحن أمام دولة إيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي كذلك لديها أحلام إمبراطورية توسعية، ورأيناها تعبت بأمن 4 دول عربية حتى الآن، إذا ما قدر لها أن تبقى ضمن هذا المحور. ولكن يبدو أن الهدف الاستراتيجي لدى طهران هو عندما تصل إلى دولة عظمى وإمبراطورية، يعني يجب أن يلزم أن يكون لديها سلاح رادع. ما هو السلاح الرادع؟ هو السلاح النووي. ولا من يقف في طريق السلاح النووي؟ إسرائيل. إسرائيل لن تسمح لأحد في هذه المنطقة أن يكون لديه سلاح يهددها يوما ما، وهو السلاح النووي. ومن يمتلك هذا السلاح، يجب أن يعلم المشاهدون أن من يمتلك هذا السلاح أصبح لديه قوة الردع. لماذا؟ لأنه يمتلك الضربة الثانية. إسرائيل عندما زودت من ألمانيا بخمس غواصات دولفين، زودت هذه الغواصات بالأسلحة النووية. لذلك إذا ما ضربت إسرائيل تستطيع الرد من خارج البلاد، من خارج الأراضي. ويعني هذا ما يعني أن من يحاول الاعتداء على إسرائيل نوويا، يعني لديها الضربة الثانية. اليوم إسرائيل لن تسمح لطهران، لذلك طهران تعرف أن إسرائيل منطقة بوجهها، لذلك رعت هذا المحور وسمت جيش هذا المحور جيش القدس. وعمليا يعني نحن وقفنا أمام مشكل كبير، لا نستطيع الوقوف مع إسرائيل. من يساعدنا بتحرير أراضينا اللبنانية المحتلة والوقوف مع الشعب الفلسطيني الذي يعني تكاد قضيته تنسى، ويقوم من تحت التراب ويقاتل في غزة وفي الضفة الغربية، إذا كان الإسناد يساعد الشعب الفلسطيني وبسلاح إيراني، نحن يعني مجبرين عمليا أن نكون مع الذي يعطينا السلاح. أما متى سيتخلى عن هذا السلاح أو هذا المحور، هذا موضوع يعني طويل الأمد. لذلك أنا أعتقد نحن أمام حرب استنزاف طويلة استراتيجيا وليست في المدى المنظور. لذلك يبدو أن الإسرائيلي عندما يضع مبدأ أن إعادة
المستوطنين، إعادة سلمية آمنة للمستوطنين، يعني يجب عليه أن يقضي على كل قدرات حزب الله حتى يستطيع أن يأمن أي مستوطن يعود إلى الشمال، لأنه وبالتالي هذا يلزم احتلال أو تدمير ممنهج، وهذا ما يقوم به. طيب جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان المتحدث باسمه دانيال هاجاري استخدم مصطلح برنامج متكامل لعمليات في لبنان، ماذا كان يقصد بهذا الأمر؟ أو هذا الأمر يشير إلى فكرة تكثيف النيران أو القصف النيراني الجوي للعدو على لبنان، وهل الهدف هو التمهيد لشن عملية برية على الجنوب، أم أن فكرة عملية برية هي يعني فكرة مؤجلة أو قد لا تحدث بالأساس؟ يعني عمليا الاستراتيجية توسيع الحرب في لبنان أقرت عند رئيس الأركان ووافق عليها المستوى السياسي، التصريح إن كان وزير الأمن أو رئيس الأركان أو رئيس الوزراء بأن هذه عمليات تصاعدية. تصاعدية يعني عمليا يقوم بالضربة وينتظر النتيجة، إذا ما أدت واجبها أوكي بيكون انتهى، ولكن إذا لا بكفة على تصاعد باتجاه عملية أخرى. لذلك يعني هناك سيناريوين موضوعان، سيناريوان موضوعان أمام الجيش الإسرائيلي للتنفيذ، إما أن يقوم بتنفيذ عقيدة الجنرالات السابقين، سميت هذه عقيدة بالقول أن لماذا الدخول البري طالما أن حزب الله لديه كمائن ومناطق وعرة ويستطيع اصطياد الدبابات والعناصر، لذلك لماذا الهجوم البري؟ فليكن هناك تدمير ممنهج للبنان، يعني هذا ما يقصده، وحتى يخضع حزب الله ويخضع لبنان، ومن دون الدخول إلى الدخول البري. وهناك السيناريو الثاني الذي يقول بالدخول البري حتى الليطاني وتنظيف هذه المنطقة وأبعاد فرقة رضوان عن أي خطر مستقبلي قد تدخل كما هدد حسن نصر الله أن تدخل إلى الجليل وتقاتل على أراضي إسرائيلية إذا ما دخل الإسرائيليون إلى لبنان. يعني نحن أمام هذين السيناريوين. أنا أعتقد أن ما ينفذ على الأرض حاليا هو ما اعتادت إسرائيل تنفيذه، هو العنف والعنف المفرط، يعني كما فعلت في غزة، هي لا تهدد لبنان، هي بدأت بالقيام بهذا العنف المفرط. طيب مع زيادة هذه الضربات الإسرائيلية التي وصفها أيضا يعني حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله فيما يتعلق طبعا بالخرق الأمني للأجهزة، أجهزة الاتصالات، قال إنها كانت ضربة موجعة ومؤلمة، هذا الأمر ربما يزيد إلى حد ما من تعقيد الموقف أو يعني الغموض، يعني إيران لم تنفذ وعيدها حتى الآن. حسن نصر الله يتحدث في خطابه السابق على أن هذه الأمور ربما موجعة ومؤلمة بالنسبة لحزب الله بوجه عام باستهداف قياداته، هل من حل في هذا الإطار وفكرة توازن الرادع الذي يتحدثون عنه، هل بالفعل إسرائيل تستهدف من هذا الأمر توازن الرادع فقط، أم أنها هي في حالة حرب حقيقية على حزب الله أم على لبنان بشكل أوسع؟ دائما إسرائيل عندما تتعرض لأي قذيفة من حزب الله تقول أن لبنان مسؤول وحكومة لبنان مسؤولة ونحن نحمل المسؤولية للحكومة اللبنانية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، من ناحية الاتصالات، اليوم أمام يعني ليس هذا جيش، هذه ميليشيا، هذه مقاومة، المقاومة يعني لديها عناصر لا يعرفون بعضهم حتى، جماعات صغيرة من 3 أو 4 كل جماعة، ممكن أن يكون الأخ وشقيقه في جماعات لا يعرفون بأي جماعة، لا يعتمدون على وسائل الاتصال. وسائل الاتصال صحيح أنها ضربت وأذت، ولكن هذه وسائل اتصال داخلية ليست لا تؤثر على العمل العسكري والتواجد العسكري الدفاعي على الحدود، وهذا ما أثبت يعني بعد كل هذا العمل 3 و4 اللي حصل باستهداف أجهزة الخليوي، أجهزة
البيبر البيجر، يعني شهدنا اطلاق 150 صاروخ، واليوم شهدنا كذلك اطلاق صواريخ. يعني اصلا القصف الجوي لم يؤدي الى تفجير مستودعات اسلحه وذخائر الا ما ندر في مكان واحد حصل مثلا في سرعين منذ حوالي الشهرين، واليوم شهدنا ان هناك مكان فجر وانطلقت الصواريخ من هذا المكان، الصواريخ المتفجره شاهدناها تنطلق في احد الفيديوهات. يعني القصه لم يتغير ميزان القوى لصالح حزب الله حاليا، ما زال يعني يمتلك الأسلحة اللازمة والتي هدد بها ببنك أهداف كبير. ننتظر ماذا سيحصل إذا كان هناك تدخل دبلوماسي ينهي هذا التمادي الإسرائيلي. إذا لا، أعتقد أن حزب الله سيدخل كما وعد حسن نصر الله، لا ضوابط، لا بقواعد اشتباك ولا ضوابط، لا من حيث المدى ولا من حيث السكان ولا من حيث الأهداف. نعم، أشكرك حضرة العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا مباشرة من بيروت. ونذكر بالنبأ العاجل الذي ورد منذ قليل أن مصر تدين ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني أو في غزة. إذن مشاهدينا الكرام، تغطيتنا مستمرة مع حضرتكم على مدار الساعة، وألقاكم على خير إن شاء الله.